الاعداد عم تكون كثير كبيره والدفعات الوافدين فاصل زمني بيناتها قليل، تمام؟ فالاعداد عم تكون عندنا كثير كبيره، ما عم نلحق نطلب مساعده من المنظمات او تامينها عم بيكون كثير ضئيل. Maria is doing something called a steam up. Is it fun? Because poor Kathy made a lovely play doll. أنا جيت من فلسطين مع هيومانيتي كرو، درست علم نفس وتربية خاصة. جينا لنعطي نلعب مع الأولاد ونعطيهم دعم نفسي ونساعدهم، بس اللي لقيته هين إنه الأولاد عم بعطوني أكثر من ما إني أنا عم بعطيهم. واحد من الشغل تبعنا مع الأولاد بالمخيمات هو كيف نرجع نرجعهم للبحر، إنه يستمتعوا من البحر، نغير التجربة المخيفة اللي كانت عندهم بتخوف بالبحر، لأنه يشوفوا البحر كهو إشي متعة. والله أنا هذه مشاكل القرية، أنها نحتاج إلى الماء، لم نجد فيها ماء، وأنهم يجيبوا لنا واية أمال الخير نضارب عليهم ضربة ونروح نشكي علشان لقمة العيش ولا لقمة الماء. إذا حصلت 1000 ريال تجيب 500 في ماء ولا 500 في أكل، وأنا شغلي كله على دباب موتور، ونحن نحتاج أكثر من وايتين ثلاثة للقرية كل يوم. نقول للمنظمات وأمل الخير الذي يعني يدوروا الخير على أنهم يساهموا بأمل الخير ويزيدوا لنا وايتة ماء من شان أساس الحياة. دام في دم دبت حقنا ريحهم، وما يتحنا لوايت واحدهم نشتري من باقيين انت الدبات ما تكفي عنش ما قالش لهم لا ما ولا شيء. احنا نشتري اكثر من 5 وايتات، لان احنا اصلا كثيرين من الوايتات كثيره، القريه كثيره، نشتري ماي كثير. سبقوا
قبل شهرين في رمضان جيت لنا قذيفة إلى حي الجمهوري أسفله، استشهد من استشهد فيها، وبقيت معنا الجرحى من راحة عيونهم، من فقدوا أرجلهم، وهم يعانوا الآن من هذا المرض المستمر دون أي رعاية أو اهتمام من قبل الجهات المعنية. كما عندنا شهيدة فرضو التي كانت تقوم بتوزيع الصحف المقاومة، استشهدت هي في 2015 في تاريخ 23/7 وأسعفت وتوفت يعني متأثرة في جروحها، ولم نلاقي أي اهتمام في هذه المواضيع. نحن لا نخاف من هذه القذائف المسربة علينا من قبل الظالمين هذم المتعطرسين الانقلابيين، إنما نخاف نحن من سوء المعاملة من الجهات المختصة المعنية التي لا تقوم بدورها على دور سواء. معي شهيد الآن، والآن عندي جريح الآن فقد عينه وهو يعاني من رجله الآن معثور يعني زي ما تقول معاق، وفي هناك أمراض ومن أصحابه في البيوت يعني يتألمون من الأوجاع، لا يلاقون اهتمام ولا علاجات ولا زيارات ولا أي شيء. نطالب الجهات المعنية هذه بأن تقيم على الناس على حد سواء، وأن تقوم بزيارتها وتتفقد عن كل جريح في منزله. الرسالة التي وصلها عن المعرض وإظهار الجرائم الحوثي وعفاش يقتل المدنيين تمام، وشيء أيضا أرسل تعريف المجتمع الدولي والمجتمع المحلي والعربي والإنساني بما تعانيه مدينة تعز من إبادة جماعية، والحصار الظالم على كذلك على مدينة تعز منذ 3 سنوات. هذه الرسالة الأولى، وكذلك إرسال تظهير تلك الأضرار التي حصلت للممتلكات في مدينة تعز من قبل الحوثي وعفاش من مساجد ومدارس ومستشفيات، وكذلك قتل الصحفيين، أي بمعنى قتل الكلمة تملك. وهذا الشيء الذي أردت أن أوصل للمجتمع هذه الملفات، وأيضا أطالب من السلطة الحكومة الشرعية والممثلة بهذا الرئيس والسلطة المحلية وحقوق الإنسان أن ينظروا لهذه الملفات، وأن مرتكبها من قام بها أن يتحمل المسؤولية في ذلك. وأيضا أرسل رسالة بتعويض المدنيين مدينة تعز، حتى الآن لم يلقوا أي اهتمام لا من الحكومة المحلية ولا من المجلس التحالف العربي ولا من السلطة الشرعية. فهذا الشيء الذي أود الرسالة أوصل الرسالة بهذه الملفات. هذه وقفة احتجاجية للكادر الفني والإداري والعاملين بهيئة مستشفى الثورة في تعز، احتجاجا على عدم صرف الرواتب وأيضا عرقلة الميزانية الخاصة بالهيئة لأكثر من عام ونصف، والهيئة بدون ميزانية، المستشفى
قدم كل خدماته للجرحى والمرضى لأبناء تعز في الحرب، المؤسسة الوحيدة التي لم تغلق وصمدت أمام آلة القصف وأمام كل ما جرى للمستشفى هي هيئة مستشفى الثورة، ومع هذا يهمش المستشفى، مع هذا لم تصرف الرواتب، الجرحى لا زالوا يتوافدون على المستشفى، المستشفى لا زال بلا ميزانية، لا نملك أي دعم حتى للتغذية، حتى للديزل، حتى للأدوية. إلى متى يستمر التهميش للمستشفى؟ العاملين لا يجدون حتى قيمة المواصلات ليصلوا إلى المستشفى، لا يجدون قوت أيضا لأبنائهم. نحن من بداية الحرب والمستشفى هذا فاتح، يستقبل الجرحى، يستقبل كل شيء، ويستقبل القذائف، ويستقبل كل شيء. مهمش الميزانية، مهمش الرواتب، والآن الكل استلم رواتبه. تفاءلنا، تنفسنا الصعدة، إن إحنا بنستلم رواتب، إن إحنا بنعيش زي باقي الناس بكرامة، ولكن للأسف يقال إن هيئة مستشفى الثورة ما فيش رواتب. نحن الكادر الفني والطبي والإداري في هيئة مستشفى الثورة العام، خرجنا اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية استنكاراً لتهميش وإقصاء هيئة مستشفى الثورة العام من مرتبات التي صرفت لمحافظة تعز. تم تهميش هذا المستشفى، أكبر صرح طبي في داخل محافظة تعز يتم تهميشه، أكبر عمليات وأكثر الجرحى تم إيصالهم إلى هذا المستشفى، مستشفى تعرض الكادر الطبي والصحي فيه إلى سقط منا شهداء، سقط منا جرحى، ووصل الحد إلى قصف المستشفى، أبنية المستشفى كلها مقصوفة، كادر يعمل في ظل قصف وقنص متواصل ليل نهار على هذا المستشفى، ويتم تهميشه، تهميش الكادر الطبي فيه، لا راتب، لا مستحقات، لا ميزانية. إلى متى سيستمر هذا الإقصاء وهذه المهزلة؟ سمعنا قصصا مروعة لأسر تقطعت أواصرها، وسمعنا قصصا من طلاب لا يستطيعون أن يعودوا إلى جامعاتهم، وسمعنا قصصا أيضا حقيقية لأسر وأطفال عولجوا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ولم يستطيعوا أن يعودوا إلى هناك ليتلقوا العلاج الإضافي. ولكن الأكثر كارثية هو قصص تقطع أواصر الأسر بسبب هذا الحصار، امرأة مع بنات خمس ورجل كان يتعين أن يغادر الإمارات العربية المتحدة، ورجل أيضا وبناته وزوجه في المملكة العربية السعودية لم يحصلوا على وثائقهم ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى حساباتهم البنكية. إن هذا أمر مروع، وبالنسبة لي كمسلم وكبرلماني في المملكة المتحدة ما يقض مضجعي وما يقلقني هو أن شعب قطر والإمارات العربية المتحدة والسعودية هم شعب واحد، ينحدرون من قبائل واحدة، وهم مسلمون سنة، وهم ينتمون إلى مجلس التعاون الخليجي، ثقافة واحدة ودين واحد. وحقيقة أن الناس العاديين يعانون بسبب هذا الحصار، هذا بالفعل أمر مروع ويجب رفع هذا الحصار. Human issues that are coming out of this blockade. كانوا كل يومين يكلمونا تعال في مركز تعاون. They have received many times to ask them to provide them with information and supporting documents that he was in. The Pakistani embassy did. The Pakistani national. أجمع معلومات بشأن تداعيات الحصار الذي يتعرض له المواطنون القطريون، وبطبيعة الحال التداعيات الاقتصادية على المهاجرين العمال. نظرنا في اعتبارات خاصة بحقوق الإنسان اليوم، لا سيما وقع ذلك على القيود التي فرضت على الأسر وأولئك الذين أرادوا أن يحجوا
وحقوق الملكية، وهناك قضايا أخرى وحالات مؤسفة. وقد حصلنا على شهادات اليوم ويحدون الأمل أن نؤرشفها، نوثقها ونرفع تقارير بشأنها ونثيرها عندما نعود إلى المملكة المتحدة. الوضع صعب للغاية، والكثير من الناس يعانون بسبب الحصار، واعتقد ان هذه قضية لم يفهمها الغرب على نحو جيد. ناس عاديون يتعلمون، طلاب وطالبات، اشخاص يريدون ان يزوروا عائلاتهم في البلدان المجاورة لا يستطيعون فعل ذلك. نريد أن نسلط الضوء على هذا الأمر، لأن هذه حقوق إنسان أساسية، ولا يتعين أن يواجه هؤلاء عقابا جماعيا كنتيجة لهذا النزاع. خلال الأيام الحصار، خلال بعض الأيام صار عليه حادث طرق في السعودية وتوفى، فإحنا طلبنا بس من شان نشوف نلقى له النظرة الأخيرة وندفنه.